الله يعطيكم العافية طلاب الكيمياء الفيزيائية. اليوم رايحين نبدأ بمفهوم الـ Activation Energy، ومفهوم بيّن عندنا بـ Arrhenius Equation بالمرة السابقة، بالمحاضرة السابقة. بذكركم أنه بـ Arrhenius Equation في عندي Rate Constant بيساوي Arrhenius Factor أو Pre-Exponential Factor أو Frequency Factor A مضروب في exponential function ناقص activation energy over RT. فالactivation energy عبارة عن one important variable بالArrhenius factor. بالإضافة للtemperature والArrhenius factor A، هدول three variables are very important to determine the value of the rate constant. Okay. Okay. إحنا rate constant راح يكون موضوع، عفوا الArrhenius factor A راح يكون موضوع بحد ذاته راح نبدأ فيه آخر محاضرة اليوم، وراح يأخذ معنا بعدها محاضرتين على الأقل أو محاضرة ونص على الأقل. والeffect of temperature شفناه أصلا المرة الماضية، شفنا كيف إنه كل ما بتزيد temperature قيمة rate constant راح تزيد. أوكي. وشفنا ايضا انه قيمه الاكتيفيشن انرجي بتتناسب تناسب عكسي مع الريت كونستانت، بمعنى انه كل ما زادت الاكتيفيشن انرجي كل ما قل الريت كونستانت، وهذا شفناه رياضيا. اوكي، اليوم راح نحكي اكثر عن الاكتيفيشن انرجي، راح نشوف خصائصها، راح نشوف مفهومها بشكل عام، ونعلق عليها ملاحظات مهمه. اوكي، سو لنفترض انه في عندي كيميكال رياكشن، هذا الكيميكال رياكشن اللي هو A plus B in equilibrium with Y plus Z. إذا في عندي two products، في عندي two reactants، في عندي two products. ومشان الكيس أو الشرح تبعنا يكون more general، خليني أفترض إنه في عندي equilibrium reaction. طبعاً بهذا الافتراض إحنا قاعدين نفترض إنه ال reactions اللي مش equilibrium بتكون حالة خاصة من ال equilibrium reactions in which the forward reaction بيكون عنده ريت كونستانت اكبر بكثير على الباكورد رياكشن. يعني بمعنى اخر قيمه الاكوليبريوم كونستانت بتكون قيمه جدا كبيره، زي مثلا على سبيل المثال 1 ضرب 10 للقوه 70 او 1 ل 10 قوه 100 بيكون عندي 100 صفر بالاس، وهذا بيعني انه عمليا ما في عندي باكورد رياكشن. اوكي، فبنقدر نشوف الرياكشنز اللي بتكون فقط باتجاه واحد كحاله خاصه من الاكوليبريوم رياكشن، فذيس از مور جنرال. تمام، الان رايحين نحكي نعرف مفهوم جدا مهم اللي هو بنسميه البوتنشال انرجي دايجرام. البوتنشال انرجي دايجرام هو سمبلي ا دايجرام لايك ذس، اوكي، ان ويتش بيكون في عندي بوتنشال انرجي اون ذا واي اكسس، simply energy. اوكي، okay. اذا بتتسالوا ليش بوتنشال انرجي، ذن هذا المفهوم راح يتوضح بعدين، ولكن على الأقل this is energy. okay، وعلى ال y axis هذا بنسميه reaction coordinate. okay، so this is the reaction coordinate. على ال x axis، أنا آسف، على ال x axis بيكون في عندي reaction coordinate. الآن إيش مفهوم ال reaction coordinate؟ شوفوا، للتبسيط، ال reaction coordinate هو ال coordinate of the geometries of all reactants and products and all the points اللي بيوصلوا بين reactants and products. خليني أشرح. reaction coordinate حقيقة هو coordinate للgeometry. okay، للgeometry of all reagents. كيف؟ لنفترض بدنا نأخذ تفاعل بسيط جدا اللي هو تفاعل two atoms بتفاعلوا مع بعضهم البعض وبيعطوني diatomic molecule. بالreactant side two atoms بيكون عندهم distance كبيرة جدا، ما بيكونوا لسه تفاعلوا مع بعضهم البعض. بالproduct side بيكونوا two atoms are bonded with each others. okay، هسا مشان نوصل من الreactant side للproduct side، حقيقة الجيومتري، مش قاعد بحكي على الانرجي هون، أنا قاعد بحكي على الجيومتري. الجيومتري بتمر بنقاط مختلفة، كل نقطة من هاي النقاط عبارة عن مسافة قاعدة بتقترب بين الأتوم الأولى والأتوم الثانية. فالنقطة هون بيكون مثلاً الديستانس على سبيل المثال بين الأتوم الأولى والأتوم الثانية 10 نانومتر، أوكي، أو 10 أنجستروم. النقطة اللي هون بتكون عبارة عن 9 أنجستروم، النقطة اللي هون بتكون عبارة عن 8 أنجستروم، النقطة اللي هون بتكون عبارة عن مثلاً 7 أو 6 أنجستروم إلى آخره، حتى نوصل للبرودكت in which الجيومتري اللي هون
تكون عبارة عن البوند لينث للمركب اللي تكون اللي هي على سبيل المثال مثلاً 1.5 أو 2 أنجسترام. أوكي. إذا كان المركب بالعكس، إذا كان عندي الرياكتانت بتحول لبرودكت ورياكتانت عبارة عن داي أتوميك موليكول والبرودكت عبارة عن 2 أتومز، then الرياكشن كوردينيت بيمثل نفس الإشي، بيمثل عن البوند ديستانس بين هدول التو أتومز، هي قاعدة بتبتعد عن بعضها البعض لأن البوند قاعدة تتكسر. هذا 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 تبسيط لمفهوم الرياكشن كوردينيت، لأنه بالعادة إحنا الرياكشن كوردينيت بيكون عبارة عن الكوردينيت لكومبلكس موليكولز مش لداي أتوميك موليكولز. فتخيلوا بيكون في عندي بالموليكول الواحد عشرات الأتومز قاعد بتفاعل مع موليكول ثاني بيحتوي على عشرات الأتومز، ومش بالضرورة one bond اللي قاعد بتنكسر أو بتتكون، لا، وبالعادة بيكون في عندي so many geometry parameters، يعني so many bonds or angles or dihedral angles قاعد بتتغير بنفس الوقت. وبالتالي reaction coordinate حقيقة هو مرات بيكون very complex، وإحنا بنرسمه كخط ببعد واحد فقط للتبسيط، بس هو مرات بيكون عنده 20 dimension ومرات 30 dimension بحسب عدد البوندز والانجلز اللي بتتغير during a chemical reaction. اوكي، على العموم لا مشان ارجع ابسط مفهوم الرياكشن كوردينيت، بكل بساطه كل نقطه هون بتمثل الجيومتري اوف ذا سيستم. الجيومتري اوف ذا سيستم المقصود فيها الجيومتري اوف اول ذا ريجنتس اوف ذا كيميكال رياكشن. اوكي تمام. اذا again a potential energy diagram هو عبارة عن diagram in which في عنا energy on the y axis and a coordinate for the geometries in the x axis. الان زي ما انتم شايفين اذا اوكي قبل ما اكمل، بس اذا بما انه عرفنا reaction coordinate خلينا نشوف تعريفه هون بالlecture notes. The reaction coordinate is generally multidimensional. ليش multidimensional؟ لأنه ممكن يكون في عندي أكثر من bond وأكثر من angle بالmolecules اللي قاعدة تتفاعل. مش ممكن، هو على الأغلب بيكون هيك. Okay, and this reaction coordinate representing the bond lengths طول الروابط and bond angles associated with the chemical processes or associated with the chemical reaction. Okay. تمام. الآن خلينا نشوف هذا الـ potential energy diagram. في عندي هون إذا again potential energy أو simply energy variable، وهون في عندي geometry variable. لاحظوا إنه هون في عندي reactants المادتين A زائد B، هون في عندي energy level للproducts Y زائد Z. okay. الفرق بين energies للreactants عفواً للproducts ناقص الreactants هذا بسميه الدلتا H. انتوا بتعرفوه باسم الدلتا H، الانثالبي اوف رياكشن. الآن انتبهوا لكم ملاحظة. أولاً قبل الملاحظات أنا آسف، هاي باللكتشر نوت طلع رمز سيمبل وهي لازم تكون دلتا. أوكي فانتبهوا لهاي القصة، هاي لازم تكون دلتا. alright هو ما بعرف ليش بالرسمة طالع عندي هذا الايرور، على أي حال هاي لازم تكون دلتا U. هسا السؤال ليش كتبنا دلتا U ما كتبنا دلتا H؟ ولشوفوا الدلتا U والدلتا H والدلتا G هدول variables هدول عبارة عن energy variables. okay. الفرق بين الدلتا U والدلتا H والدلتا G رايحين نتعرض له كمان شوي، بس من الآن بقدر أقول لكم إنه الدلتا U والدلتا H علاقتهم مع بعض هم البعض simply term اللي هو ال P دلتا V. اوكي اذا بتجمع البي دلتا في مع الدلتا اتش بيطلع عندك الدلتا يو، وبالتالي بالحالتين احنا هون قدام انرجي بروفايل او انرجي فاريبل. فبالتالي سواء كتبت هاي دلتا يو ولا دلتا اتش ما في مشكله، ما راح يعني اكيد راح تكون في فرق بين القيمتين، بس ما راح يتغير، ما راح يغير من الشكل العام تبع هذا الدياجرام. هيك قصدي. إذا الثيرموداينامكس بقدر أفهمها من الفرق بين الانرجي ليفل للرياكتانتس والبرودكتس، تمام؟ بس فيما يخص الكينيتكس إحنا ما بهمنا هاي القيمة دلتا يو. طبعاً هي مش ما بتهمنا نهائياً، إحنا كمان شوي رايحين نشوف علاقة بين الدلتا يو مع الاكتيفيشن انرجي، ولكن قصدي إنه مش هاي هي القيمة اللي أنا قاعد بدور عليها، مش هي القيمة اللي أنا مهتم فيها. إحنا بنعرف إنه for
all chemical reactions بيكون عندي فروقات بمستويات الطاقة بين الرياكتانت والبرودكتس، وهذا بيخلي بعض الكيميكال رياكشنز اكزوثيرميك وبعض الاخر اندوثيرميك. هذا الرياكشن واضح انه اندوثيرميك لانه بدي طاقة مشان اتحول من الرياكتانت A and B للبرودكت Y and Z، بدي فرق انرجي، وبالتالي دلتا U هون او دلتا H راح تكون بوزيتيف. اوكي، بينما اذا كان عندي مستوى ال A زائد B هون ومستوى ال Y زائد Z هون، يعني اقل than the enthalpy or the internal energy U will be negative، وبالتالي it will be exothermic. الآن مشان يصير في عندي انتقال من، وهذا المهم، هاي النقطة المهمة، مشان يصير في عندي انتقال من reactants للproducts، الآن لازم إني أتجاوز threshold معينة، قيمة طاقة معينة، اوكي بسميها الاكتيفيشن انرجي. هاي الاكتيفيشن انرجي اللي هي فرق الطاقة بين مستوى الرياكتنس مع اعلى نقطة بيوصل لها الانرجي بروفايل. اوكي، راح نحكي كمان شوي عن هاي النقطة ونعرفها، طبعا انتم بتعرفوها من الان، هي الترانزيشن ستيت او الاكتيفيتد كومبلكس. بس المهم انه بكل رياكشن لازم يكون في عندي اكتيفيشن انرجي. اوكي، بدي اضرب لكم مثال جنرال كيمستري انتم بتعرفوه كويس. يعني لنفترض انه كان عندك الرياكشن اكزوثيرميك مش اندوثيرميك، بمعنى هون الرياكتنتس ليفل انرجي ليفل وهون البرودكتس انرجي ليفل. اذا this is a plus b، هي a plus b، تمام. اذا هذه الرياكتنت سايد، okay then all these are the reactant side. هون في عندي y and z، so y plus z. اذا بهذا السايد في عندي البرودكت سايد p. This is an exothermic reaction. ليش exothermic reaction؟ لأنه مستوى energy تبع the products أقل من مستوى energy تبع reactants. وبالتالي delta U أو delta H مش مهم. Delta U أو delta H بالحالتين راح تكون عبارة عن 2 ناقص 1. 2 أقل من 1. إذا لما بتطرح 2 ناقص 1 و1 قيمتها أعلى، إذا راح يطلع الدلتا نيجاتيف. أوكي، إذا delta U أو delta H نفس الإشي، بالحالتين راح يطلع نيجاتيف. إذا delta U تكون نيجاتيف لانه this is exothermic. اذا دلتا يو بيساوي نيجاتيف. طيب هسه السؤال، سوري، اذا دلتا يو يساوي نيجاتيف، الان السؤال، بما انه دلتا يو نيجاتيف، هل اذا جبت الموليكولز A و B وما اعطيتهم طاقه، ما أعطيتهم طاقة، هل بتفاعلوا مع بعضهم البعض وبيشكلوا لك الـ products Y زائد Z؟ الجواب لا، مع إنه الـ energy level لـ A و B أعلى من الـ energy level لـ Y Z. وإحنا بنعرف إنه، يعني هذا مبدأ مهم بالكيمستري وبالساينس كله حقيقة، إحنا بنعرف إنه systems tends to be more stable in energy. كل system تسعى إنه تكون أكثر استقرار، يعني بمعنى آخر أقل طاقة. اوكي، وبالتالي هذا وضع مش مستقر. اذا عنده امكانيه انه ينزل لهذا الانرجي ليفل بيكون افضل. طب ليش ما بينزل لهذا الانرجي ليفل لحاله؟ السبب انه لازم اكتيفيشن انرجي. صحيح انه الثيرموداينامكس بتقول انه this reaction is exothermic، وبالتالي المفروض انه يصير لحاله، ولكن حقيقه هو ما راح يصير لحاله، هو لازم يتجاوز قيمه معينه من الانرجي. هاي الانرجي بنسميها اكتيفيشن انرجي، وهاي القيمة اللي لازم يتجاوزها هي اللي لازم احنا نعطيها للرياكشن مشان يصير. مثلا واحد من الامثلة المشهورة على الاكزوثيرميك رياكشنز اللي هو تفاعل الاكسجين مع الهيدروجين مشان يعطيني ماء. اوكي، الاكسجين والهيدروجين بوث موجودين عندي بالهواء، ومع هيك انت ما بتكون ماشي وبتشوف الاكسجين والهيدروجين بتفاعلوا مع بعضهم البعض، بتكون مي والمي بتنزل عليك، هذا الحكي ما بصير. however اذا جبت سبارك شرارة وولعت المكان اللي بيحتوي على اكسجين اند هيدروجين غازز،
then انت قاعد بتعطي activation energy كافيه لهذول التو رياكتانتس بانهم يتفاعلوا مع بعضهم البعض وقتها بتكون ميه. هذا الشيء انتم بتعرفوه، هذا مثال جنرال كيمستري يعني، هذا مش شيء غريب عليكم. طيب هسه السؤال why we need this activation energy؟ هي بالنهايه اذا ايش بتمثل هاي الاكتيفيشن انرجي؟ حقيقه هاي الاكتيفيشن انرجي بتمثل الانرجي نيدد تو بريك ذا بوندز، تمام؟ لانه لما بصير في عندك رياكشن بين A و B مشان يكونوا مركبات جديده اللي هم Y Z، اول خطوه بتصير انه بعض الكيميكال بعض الكيميكال بوندز راح تتكسر بواحد او اكثر من هذول الماركيولز، بواحد او اثنين من هذول الماركيولز. احنا قاعدين نكسر كيميكال بوندز، مشان نكون كيميكال بوندز جديده لازم نكسر الاول كيميكال بوندز، والطاقه هاي هي الطاقه اللازمه لكسر الكيميكال بوندز اللي احنا بحاجه انه نكسرها مشان نكون كيميكال بوندز جديده، تمام؟ وانس انك حصلت على هاي الطاقه الكافيه مشان تكسر الكيميكال بوندز، ذن لما بتوصل لحد اعلى لهذه النقطه بنسميها اكتيفيشن اكتيفيتد كومبلكس او ترانزيشن ستيت، راح نرجع لها كمان شوي، ذن بتبلش تكون الكيميكال بوندز بين الجديده، وبهاي الحاله الانرجي هون راح تنزل. ليش؟ لانه تكسير الكيميكال بوندز از ان اندوثيرميك بروسيس، انت بحاجه لطاقه، انت بتعطي طاقه مشان تكسر الكيميكال بوندز، ولكن لما بتتكون كيميكال بوندز جديده ايش بصير؟ ذس از ان اكزوثيرميك بروسيس، وقت انت بتحصل على طاقه، تمام؟ الان اذا كان مجموع الطاقه اللي بتحصل عليها من تكوين الكيميكال بوندز اقل من الطاقه اللي انت بحاجتها مشان تكسر الكيميكال بوندز، بيكون عندك الاوفر اول رياكشن اندوثيرميك. اذا كانت الطاقه اللي انت بتحصل عليها من تكوين الكيميكال بوندز اكبر من الطاقه اللي انت بتحتاجها مشان تكسر الكيميكال بوندز، ذن الرياكشن بيكون اكزوثيرميك. هسه بالحالتين هذا النقاش كله ثيرموداينامكس. انا اللي بهمني هون انه قيمه الاكتيفيشن انرجي ايش علاقتها مع الكينيتكس؟ ويل قيمه الاكتيفيشن انرجي احنا شفنا بارينيس ايكويشن انه كل ما زادت الاكتيفيشن انرجي كل ما الريت كونستانت بده يقل، وهذا الحكي شفناه احنا رياضيا من معادله ارينيس المره السابقه. الان انا اللي بدي اياكم تشوفوه الان مش رياضيات، اللي بدي اياكم تشوفوه الان كيمستري. اطلع انه انسى الرياضيات وانسى الاكسبونينشال فانكشن وانسى اكسبونينشال ناقص اكس وزائد اكس، طلع فقط على هاي الرسمه. انت اذا كانت عندك قيمه اكتيفيشن انرجي اعلى، لنفترض انه في عندك رياكشن اخر، اوكي لنفترض انه في عندك رياكشن اخر ان ويتش الاكتيفيشن انرجي له عامل هيك، اوكي اذا انا اسف طبعا اكيد رسمتي مش راح تكون واضحه، ولكن على السريع هي قيمه الاكتيفيشن انرجي للكيرف الازرق اعلى من الاكتيفيشن انرجي للكيرف الاسود. هسه رياضيا شفنا وحكينا المره الماضيه انه الاكتيفيشن انرجي كل ما زادت الريت كونستانت بده يقل. هل بتقدر تشوف هذا مش رياضيا، هل بتقدر تشوفه ان كيمستري وايز؟ مفروض، لانه اذا بتزيد قيمه الاكتيفيشن انرجي مفروض انك انت تحصل او تحتاج طاقه اعلى مشان يصير الرياكشن، وبالتالي احتمال الكولاجنز اللي بيصيروا بين A و B اللي عندهم طاقه كافيه انهم يتجاوزوا هذا السور، هذا البارير، مرات هذا بسميه سور او بارير، نتجاوزه او بحاجه لتجاوزه مشان ننتقل للبرودكت سايد. فانت بيكون بدك كولاجنز عندهم انرجي اعلى مشان يتجاوزوا هذا السور، هذا البارير، وعدد الكولاجنز اللي بتصير عندهم طاقة كافية لتجاوز هذا السور الأعلى رح يكون أقل، فسرعة تكون البرودكت بتكون أقل بالتالي، وبالتالي سرعة الرياكشن بتكون أقل. هذا التفسير الكيميائي ليش كل ما بتزيد الاكتيفيشن انرجي كل ما بقل الريت كونستانت. أوكي تمام. هسا خلينا نحكي شوية ملاحظات الآن على هاي الرسمة. إذن راح نحكي شوية ملاحظات هون. إذن the internal energy U for the products Y and Z is larger than that for the reactants A, Z plus B by an amount delta U. هاي الملاحظة علقنا عليها. In general there is not much difference between internal energy U and enthalpy changes, so that delta H will also be positive.
يعني بمعنى آخر إذا كانت هاي القيمة دلتا U is positive فقيمة الدلتا H على الأغلب بتكون positive، وإذا كانت قيمة الدلتا U negative على الأغلب قيمة الدلتا H بتكون negative. بذكركم إنه الفرق بين دلتا U ودلتا H عادة بيكون قليل، والترم اللي بينهم اللي هو P دلتا V ها أو N أو عفوا RT دلتا N، هذا الترم عادة بيكون قليل بالمقارنة مع القيم العالية دلتا U دلتا H. تمام، إذا الملاحظة هاي شفناها. اثنين، during the course of the reaction between molecule A and molecule B, the potential energy very often passes through a maximum. هون إحنا قاعدين نحكي الماكسيموم اللي مقصود فيه بالشرح السابق اللي هو الترانزيشن بوينت. هسا ايش الترانزيشن بوينت؟ الترانزيشن بوينت هي بكل بساطه بتمثل بالرياكشن كوردينيت الجيومتري الاستراكشر اللي بيكون عنده اعلى طاقه، يعني بمعنى اخر هو بيكون the less stable، اقل استقرار بكل الجيومتريز الممكنه بين الرياكتانس والبرودكت. تمام، خليني اوضح ايش المقصود بترانزيشن ستيت. هون لنفترض انه هون بدي اخذ راحتي شوي، اوكي، لنفترض انه احنا قاعدين نعمل رياكشن اوكي بين H2 و O2. H2 هي ماده H2، تمام، و O2 هي H2 وهي O2. هي O دبل بوند، هي كمان O. دبل O لازم أرسم عليهم 2 لون بيرز لكل أكسجين، أما بدي أرسم لون بيرز أنت بتعرف أنه لازم يكون في لون بيرز. هسا إذا بده يصير كولاجين بين هذول الاثنين، ولنفترض إنه تكون البرودكت، البرودكت راح يكون عبارة عن H2O. هاي أكسجين، هاي H، هاي كمان H، هاي الهيدروجين الثانية. كمان مرة المفروض إني أرسم two lone pairs على الأكسجين، ما بدي أرسمهم، أنت بتعرف إنه في two lone pairs. هسا مشان هاي هذا المركب يتكون، تعرفوا ايش لازم نعمل؟ اول لازم نكسر ال HH bond ولازم نكسر ال OO bond، عشان هيك انا بحاجة ل activation energy. بعدين بدي اكون two new bonds، two new bonds هذول اللي هم ال OH bond الاولى وال OH bond الثانية، وعشان هيك انا بحصل على energy بالمرحلة الثانية. طبعا هذا رياكشن اكزوثيرميك، انا هون قاعد برسم او هاي رسمه اندوثيرميك رياكشن، بس مش مهم لانه الفكره يعني بتمنى انها تكون واضحه. هسه مشان انتقل من هذا السايد لهذا السايد، كسر الانرجي عفوا كسر البوند بين الاتش والاتش والاو والاو ما بصير مره واحده. بتعرفوا احنا الاتش والاتش بوند بتبلش تنكسر شوي شوي، اوكي، بتبعد الهيدروجين على الهيدروجين هاي، بتبعد الأكسجين عن الأكسجين هاي شوي شوي، أوكي، مش بمقدار كبير، وعشان هيك بتبلش تشوف إنه هون قيم الإنرجيز قاعدة بتطلع. ليش؟ لأنه بطلت عند الإكوليبريوم جيومتريز. تمام؟ بعدين بتبلش بتزيد هاي الإنرجي كل ما ابتعدت الموليكيولز هاي حتى توصل أقصى قيمة. الأقصى قيمة هاي هي الفترة اللي بتبلش كمان تتكون بوند بين الهيدروجين والأكسجين، فبصير عندي إشي زي هيك، أوكي، إنه بصير عندي الأكسجين بلش يعمل بوند، هاي نقاط متقطعة، بلش يعمل بوند مع الهيدروجين، أوكي، وبنفس الوقت هو قاعد بيكسر بوند مع الأكسجين الآخر، أوكي؟ فزي ما أنتوا شايفين هون 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 ال 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 البوند هاي قاعدة بتتكسر شوي شوي، وهي قاعدة بتتكون شوي شوي بنفس الوقت. فهذا الكومبلكس اللي قاعد بتشكل هو بيكون عنده أكثر عدم استقرار أو الأقل استقرار، وبالتالي بيكون عنده the highest energy.
اوكي هذا الترانزيشن ستيت او الاكتيفيتد كومبلكس لا تفاعل ال H2O عفوا لا تفاعل ال H2 مع ال O2 مشان يعطينا H2. اوكي هاي هي فكره الاكتيفيتد كومبلكس. طبعا معرفه الاكتيفيتد كومبلكس ومعرفه الترانزيشن ستيت واحده من اصعب الاشياء اللي ممكن يعرفها الكيميائي لاي كيميكال رياكشن. هاي واحده من التحديات اللي موجوده بالكيمستري. بذكركم انه الاكتيفيتد كومبلكس او الترانزيشن ستيت مختلفه تماما عن الانترميديت. احنا مش قاعدين نحكي عن انترميديت، لا، الانترميديت عاده بتكون ماده صحيح هي اقل ستيبل من الرياكتنتس والبرودكتس، بس بعض الاحيان الانترميديت بتكون مواد نسبيا ستيبل، بمعنى انه ممكن تتواجد لاجزاء من الثانيه او حتى في بعض الاحيان ممكن تتواجد لثواني. الكاربوكاتايونز والكاربوانايونز هاي مواد، هاي طبعا انترميديتس، انتم بتعرفوا انها انترميديتس، هاي مواد صحيح انها less stable than the reactants والproducts، وعشان هيك هي اصلا تعطينا products، بتتجه نحو products، ولكنها مش غاية في عدم الاستقرار. هي 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 مواد ممكن انها تتكون وبتقعد لثواني. الثواني هاي اللي بتعيشها هاي الانترميديتس احنا ممكن انه نستخدم spectroscopic techniques مشان نعملها detection ومشان نكشف عنها ونعرف طبيعة تركيبها. اوكي بذكركم انه بهذا طبعا هذا الرياكشن هذا بيمثل elementary step. بس لو كان عندي multi step reaction، يعني بمعنى اخر a whole reaction mechanism، اوكي على potential energy diagram بيكون عندي reactant، اذا بيكون عندي reactant وproduct وintermediate. هذا الintermediate عاده بنرمز له بالرمز i، اوكي رمز اي. اذا هون بيكون عندي رياكتنت ار، هون بيكون عندي برودكت بي، مش مهم اندوثيرميك او ايزوثيرميك، هون انا قاعد بوضح فكره. هون بيكون عندي انترميديت اي، وهدول النقطتين هم بيكونوا عباره عن ترانزيشن ستيت. اذا النقطه هاي والنقطه هاي هاي عباره عن ترانزيشن ستيت. احنا عاده الاكتيفيتد كومبلكس نرمز له بهيك، هذا بنسميه دبل داجر، اوكي، او ترانزيشن ستيت. إذا الاكتيفيتد كومبلكس أو ترانزيشن ستيت نرمز له بهذا الرمز، أوكي، خط وخطين متعامدين عليه. إذا هذول النقطتين هم عبارة عن ترانزيشن ستيت. لاحظوا إنه هذا الميكانيزم هو عبارة عن تو ستيبس، تو إليمنتري ستيب. الإليمنتري ستيب الأول هو عبارة عن رياكتنت بتعطيني انترميديت، أوكي، في عندي ترانزيشن ستيت هون. الستيب الثاني بيكون عبارة عن انترميديت بيعطيني برودكت، وبكون أكيد بحاجة لترانزيشن ستيت هون. إذا كان في عندي 3 steps then بيكون عندي 3 transition states و 2 intermediates. اوكي بيكون في عندي كمان هون intermediate وكمان في عندي transition state وبعدين بنزل الـ products. اعتقد الصورة هاي انتم بتعرفوها كويس. بالتالي intermediate زي ما انتم شايفين مواد عادة بتكون stable. تفهمونيش غلط، stable مش معناه انه هي مواد موجودة ومستقرة وامورها تمام، لا، قصدي بالمقارنة مع transition state هي مواد stable. بالعكس مرات احنا بنقدر نعزلها، اوكي، وبنقدر نعملها ديتكشن بالسبكتروسكوبيك تكنيكس. ونشوفنا قبل هيك انه السبكتروسكوبيك تكنيكس هي تكنيكس بتمتاز بالديتكشن بوقت قليل وسريع، اوكي، فبنقدر نعملها ديتكشن. بينما الترانزيشن ستيت هي مشكلتها انه العمر تبعها بالفيمتو سكند. عارفين ايش يعني فيمتو؟ فيمتو يعني 10 للقوه 15، عفوا القوه ناقص 15، 10 للقوه ناقص 15، هاي الوحده بنسميها فيمتو سكند. اوكي اذا this is the range of فيمتو سكند. طبعا متخيلين قديش الوقت هذا قصير؟ فيمتو سكند، اوكي. الفيمتو سكند is a very 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 and extremely short time. هاي 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 الافريج تبع اعمار الترانزيشن ستيتس المختلفه. طبعا ناقص 15 مش معناها بالضبط ناقص 15، هذا المتوسط، لانه في عندكم بعض الرياكشن بتكون ممكن تلاقوها ناقص 13 او ناقص 14، بس بنفس الوقت في عندكم بعض الترانزيشن ستيتس بيكون اعمارها لسه اقل من هيك، زي مثلا 10 قوه ناقص 16 او 10 قوه ناقص 17 سكند. على اي حال ان اون افريج هاي متوسط اعمار ناقص 15، هاي متوسط اعمار ترانزيشن ستيت. هسه بعمر زي هيك بتكتب 0.14 صفر بعدين 1 سكند، بعمر زي هيك بتقدروا تتخيلوا انه it's quite impossible to know the geometry, the structure, or to detect. يعني ان جس
the structure or the geometry of the transition state. كيف شكل transition state؟ بينما الانترميديت معروفة، ارجع لكل كتبكم بالأورجانيك وبالإنورجانيك تطلعوا على أي ميكانيزم بتلاقي إنه الانترميديت الجيومتري تبعته معروفة ومرسوبة بالكتاب عندكم بشكل عادي، وهذا إشي بنعرفه من زمان. كلكم بتعرفوا أحمد زويل. أحمد زويل هو حائز على نوبل برايز إن كيمستري بالعام 99. وبغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معاه سياسيا، مش هاي القضيه، ولكن على المستوى العلمي وعلى الانجاز العلمي ما في شك انه هو عمل انجاز كبير، انجاز يعني يكاد يكون عمل بريك ثرو بالكيمستري. والانجاز اللي عمله احمد زويل هو بكل بساطه، وهذا الحكي من التسعينات، اوكي، وبكل بساطه طور جهاز ليزر in the range of femtosecond. يعني طور جهاز ليزر بتكون البلسز تبعته، النبضات تبعته قصيرة بعمر الفيمتوسكند، وبالتالي قدر انه باستخدام هذا الجهاز اللي هو طوره، هو المجموعة البحثية اللي بتشتغل معه طبعا، كان بيشتغل بUniversity of Berkeley، University of California at Berkeley، okay. simply معروف بأمريكا باسم Berkeley University. فهو طور ببيركلي يونيفرسيتي، هو والمجموعة البحثية اللي معاه، جهاز ليزر عنده نبضات بعمر فيمتو سكند، يعني 10 قوة ناقص 15 سكند، بالتالي قدروا يستخدموا هذا الجهاز لقياس for the detection of the transition states، وقدروا فعلا انهم يلاقوا الجيومتري تبعت الترانزيشن ستيتس. طبعا هذا عبارة عن مش بس اشي يعني كبير in chemistry، هاي كانت عبارة عن سرعة السرعات كلها الكيمياء حقيقة يعني. وأجين أنا مش قاعد بحكي عن اتفاقنا أو اختلافنا مع زلاته السياسية، هذا موضوع آخر، بس على المستوى العلمي على الأقل هو ما في شك إنه واحد من اللي أثروا بالكيمياء بالقرن العشرين، ما في شك بهذا الشيء. أوكي، بتمنى إنه صار عندنا فكرة واضحة عن الـ activated complex وعن الـ transition states. خليني أعمل أندو لكل هذول. أوكي. So. أوكي. خلينا نكمل الآن الملاحظات. إذا حكينا عن الـ transition state والـ activated complex. إذا إذن التفاعل reaction between molecule A and molecule B, the potential energy very often passes through a maximum. طبعا شفنا انه هي اعلى قيمة energy بتكون عندها as shown in figure 1. The height of this maximum مكتوب plays a very important role in all theories of rate reaction. The height of this maximum, ارتفاع هاي النقطة بالenergy تلعب دور مهم جداً بكل الثيوريز تبعت الرياكشن ريت. وإحنا رايحين نشوف زي ما قلت لكم المرة الماضية، رايحين نشوف two theories ابتداء آخر المحاضرة هاي أو ابتداء من المحاضرة الجاية، رايحين نبدأ بالثيوري الأولى. أوكي، هاي المولكيولر سبيشيز، هاي المركبات الكيميائية، وهي مركبات كيميائية حقيقة اللي بيكون عندها هذا الماكسيموم إنرجي، هاي بنسميها الاكتيفيتد كومبلكس أو ترانزيشن ستيت، وعادة بنرمز لها بالرمز دبل داجر، هذا الرمز اللي كتبت لكم إياه قبل شوية، عبارة عن خط وخطين متعامدين عليه. تمام. The energy of this complex with respect to the reaction A زائد B is the activation energy، هذا شفناه، for the reaction in the left to right direction، and the energy of the backward reaction Y زائد Z is the activation energy EA ناقص واحد. خليني أشرح على الرسمة. شوفوا، بذكركم إنه افتراضنا كان إنه هذا الرياكشن عبارة عن إكوليبريوم. إكوليبريوم رياكشن يعني بمعنى آخر عندي two reactions، مش رياكشن باتجاه واحد، عندي two reactions بيحصلوا بنفس الوقت. إذا بحالة زي هيك، إذا كان عندي two reactions والtwo reactions هذول هم عبارة عن الرياكشن الأول هو A زائد B reactants بيعطيني Y زائد Z products، هذا الرياكشن الفورورد. في عندي كمان بنفس الوقت الرياكشن الباكورد أو الريفيرس رياكشن، in which ال Y زائد Z هم الرياكتانتس وال A زائد B هم البرودكتس. الآن إذا كان عندي two reactions زي هيك
بإكوليبريوم رياكشن. فين الفورورد رياكشن بيكون عنده اكتيفيشن انرجي بنسميها نرمز لها بالرمز EA كالعادة، وبنعطي كمان بنزيد سبسكريبت 1 اوكي 1 تو انديكيت فورورد. اما الباكورد رياكشن الريفيرس رياكشن ان ويتش الواي زي هم الرياكتنتس والاي ام بي هم البرودكتس، ذن بيكون عنده اكتيفيشن انرجي قيمته EA ناقص 1، او بيكون عنده اكتيفيشن انرجي بنرمز له بي EA والسبسكريبت ناقص 1. طبعا الواحد والناقص 1 هاي احنا النوتيشن متعودين عليها، لانه تذكروا الريت كونستانتس للإكوليبريوم رياكشن رمزنا لهم وقتها ب K1 و K-1 إذا بتذكرين. ف EA1 هي الأكتيفيشن إنرجي للرياكشن اللي عنده ريت كونستانت K1، و EA-1 هي الأكتيفيشن إنرجي للرياكشن اللي عنده ريت كونستانت قيمته K-1، يعني معنى آخر ريفيرس رياكشن. هاي أول ملاحظة. ثاني ملاحظة، لاحظوا إنه الاكتيفيشن انرجي الان للباكورد رياكشن قيمته بتساوي قيمه الانرجي للبوندز اللي بتتكون. بمعنى اخر خليني اوضح هاي النقطه اكثر، خذ الرياكشن الفورورد ان ويتش اي ام بي بتفاعلوا والبرودكت عباره عن واي ان زي، هسه مشان يصير هذا الرياكشن قلنا انه الكيميكال بوندز بين اي وبي او بالموليكولز او بعض الكيميكال بوندز بالموليكولز اي ام بي بدها تتكسر، وبعض الكيميكال بونز الجديده بدها تتكون اوكي، وقيمه تكون او قيمه الانرجي الناتجه عن تكون هاي البونز الجديده اللي هي الفرق بين الاكتيفيتد كومبلكس مع البرودكتس، هذا للفورورد رياكشن. طيب قيمه هاي الانرجي للبونز اللي بتتكون هي نفسها بتساوي قيمه الانرجي اللي انا بحاجتها مشان انتقل بالرياكشن من واي زائد زي لاي زائد بي. ليش؟ لانه هون نفس البونز اللي انا كونتها لما مشيت بالرياكشن من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه هي نفسها قيمة الانرجي اللي أنا بدي أكسرها للبوندز هاي اللي تكونت أوكي؟ لما أروح باتجاه من YZ ل A زائد B. واضح النقطة هاي؟ فطبعا هي نفس القيمة، وأيضا لما بروح بالاتجاه المعاكس أيضا قيمة البوندز الآن اللي رايحة تتكون بين للموليكولز A and B هي نفسها القيمة اللي أنا احتجتها أول مرة مشان أكسر قيمة الإنرجي اللي احتجتها مشان أكسر البوندز هاي بالفورورد رياكشن. واضح؟ فبتمنى أن تكون منطقية هاي الرسمة، جدا منطقية. هون قاعد بكسر بهذا الاتجاه بالفورورد رياكشن قاعد بكسر كيميكال بوندز، وهون قاعد بكون كيميكال بوندز. بالفورورد رياكشن أنا بحاجة لطاقة مشان أكسر هاي الكيميكال بوندز اللي تكونت بالفورورد، وبحصل على طاقة هي نفسها الطاقة اللازمة لكسر هاي البونز بالباكورد رياكشن. أوكي تمام. هسا هل أخيرا قبل بس ما أنتقل للنقطة اللي بعدها بدي أكم تشوفوا بالرسمة هون مشان ما أظلني أروح وأرجع على الرسمة، هل شايفين علاقة بين الـ two activation energies هذول مع دلتا U؟ في علاقة ولا لا؟ طبعا في علاقة. الدلتا U هي فرق ال EA1 ناقص EA-1 بكل بساطة. اوكي اذا اوكي هون النقطة 3 و 4 كنا نحكي عن الفورورد والباكورد اكتيفيشن انرجي، او الاكتيفيشن انرجي للفورورد رياكشن والاكتيفيشن انرجي للباكورد رياكشن EA1 و EA-1. ما في داعي اقراهم، واضحين. هسا من الرسمة ببين عندي انه قيمة دلتا U حقيقة بيساوي EA1 ناقص EA-1. أرجع للرسمة. الـ energy level of these two levels، الـ energy value of these two levels اللي هو الفرق بين هون وهون بيساوي هاي القيمة ناقص هاي القيمة. Very simple. Very obvious. الآن أنا قبل شوي قلت لكم إنه ما في فرق بين الدلتا U والدلتا H، ما في فرق كبير بين الدلتا U والدلتا H. صحيح، ولكن انتبهوا. الآن الـ EA ناقص EA-1 EA1 ناقص EA-1 ما بيساوي مرة دلتا U مرة دلتا H، لا، هاي المعادلة بتساوي دلتا U، لأنه حقيقة الـ potential energy curve هاي الرسمة هاي القيم اللي هون هاي بتمثل الـ U، في حال إذا هون عندك activation energy هاي القيم بتمثل الـ U ما بتمثل الـ H. بس أنا اللي قلت لكم إياه قبل شوي ما في فرق، كان قصدي إنه إذا كان هذا endothermic دلتا U endothermic فدلتا H راح تكون endothermic ثيرميك، لأنه الفرق بينهم قليل.
واذا كانت اكزوثيرميك دلتا يو ذن دلتا اتش برضو راح تطلع اكزوثيرميك كمان مره لانه الفرق بينهم قليل. بس كلمه الفرق بينهم قليل ما بتعني انهم متساويين. بالتالي بهاي المعادله ما تمزج بين الدلتا يو والدلتا اتش. هاي المعادله فقط للدلتا يو. اكتيفيشن انرجي للفورورد ناقص اكتيفيشن انرجي للباكورد بيساوي دلتا يو ولا يساوي دلتا اتش. الان هل اذا كان عندك الدلتا يو تقدر تلاقي الدلتا اتش؟ طبعا هذا اللي قلت لكم اياه قبل شوي، انه العلاقه بين الدلتا يو والدلتا اتش هي التالية. هاي علاقه بالثيرمودينامكس انتم بتعرفوها كويس. دلتا اتش بيساوي دلتا يو زائد بي دلتا في، او اذا بدك تستخدم البي في ان ار تي لو وتعوض الان ار تي تيرم محل البي في تيرم، زين بصير عندك دلتا اتش بيساوي دلتا يو زائد دلتا ان ار تي. الار كونستانت بيطلع برا الدلتا، التي كونستانت بيطلع برا الدلتا، وبالتالي بيضل عندك دلتا ان. اذا دلتا اتش بيساوي دلتا يو زائد ار تي دلتا ان. بتعرفوها هاي العلاقات، هاي علاقات كيمياء واحد واخذتوها كمان بالفيزيكال كيمستري. فاذا فالفرق بين التو اكتيفيشن انرجي وحقيقه بيمثل الدلتا يو. واذا بدك تلاقي قيمه الدلتا اتش انت بحاجه لهذا التيرم اللي هو البي دلتا في مشان تلاقي قيمه الدلتا اتش اذا عرفت الدلتا يو. بهاي المعادله احنا عادة نستخدمها مشان نلاقي يا اما قيم الدلتا يو اذا كان عندي قيم الاكتيفيشن انرجي للفورورد والباكورد، او قيمة واحد من الاكتيفيشن انرجيز اذا كان عندي قيمة الاكتيفيشن انرجي الاخر مع قيمة الدلتا يو. يعني بمعنى اخر، قيم الدلتا اتش للديفرنت كيميكال رياكشنز ار تابوليتد معروفة. اذا عرفت البي في تيرم لهاي الرياكشنز then بعرف الدلتا يو. تمام؟ اذا عرفت الدلتا يو لاي كيميكال رياكشن بيكفي فقط انك تقيس الاكتيفيشن انرجي ل one direction، then راح تقدر تعرف من خلال هاي المعادله الاكتيفيشن انرجي للاذر دايركشن بدون ما تقيسه اكسبيرمنتال. تمام؟ كيف ممكن نقيس الاكتيفيشن انرجي لرياكشن معين؟ برجعكم للمحاضره السابقه، للمحاضره الماضيه، طلعوا هون هاي المعادلة لين كي بيساوي لين اي ناقص اكتيفيشن انرجي على ار تي. اذا عملت بلوت لين كي فيرسس 1 اوفر تي، ذن السلوب راح يكون عبارة عن ناقص اكتيفيشن انرجي على ار. فانت بتطلع الاكتيفيشن انرجي لواحد، بتروح بتحسب دلتا يو من الثيرمودينامكس، دلتا يو بيساوي دلتا اتش ناقص دلتا بي في، او بدلالة ان ار تي مش مهم. اوكي، وبالتالي بتلاقي قيمه الاكتيفيشن انرجي للباكورد رياكشن. تمام، هاي معادله كثير مهمه وكثير مفيده. كاتب لكم هون مور اوفن وي نو دلتا اتش، هذا اللي قلت لكم اياه قبل شوي. احنا عاده قيم اللي بتكون تابوليتد بالثيرموداينامك فانكشنز اللي هي دلتا اتش بنعرفها لكثير من الكيميكال رياكشن، مش الدلتا يو بس. كل اللي انت بحاجته مشان تعرف الدلتا يو انك تعرف الدلتا بي في تيرم. اوكي، انت كان ميجر 1 اكتيفيشن انرجي وبتقيس واحد من الاكتيفيشن انرجي زي ما فرجيتكم قبل شوي بمعادله ارينيوس. And the other is obtained from equation 4، والاكتيفيشن انرجي الثاني بتطلعه من هاي الايكويشن زي ما شفنا قبل شوي. تمام، هسه خلينا نفصل شوي اكثر بالاكتيفيشن انرجيز والترانزيشن ستيت. هل كل الكيميكال رياكشنز بيحتاجوا لاكتيفيشن انرجيز؟ بس انتوا اكيد رايحين تقولوا لانه كل الكيميكال رياكشنز لازم يصير فيها بريكنج اوف كيميكال بوندز مشان اوصل للبرودكتس. والكلام هذا مش صحيح 100%. في معظم الاحيان نعم، ولكن مش في 100% من الحالات الرياكشنز. تخيلوا رياكشن اوف تو راديكال مثل جروبس. تمام، الراديكال مثل جروب هي بكل بساطة عبارة عن مثل جروب راديكال، يعني ما في أبسط من هيك. عندك كربون، أوكي، عندك هيدروجين بوند، قصدي هيدروجين أتوم كوفيلنتلي بوندد وذ كارب سي اتش 3 عادي، كلكم تعرفوا سي اتش 3. كمان اتش، في عندي كوفيلنت بوند مع هيدروجين، وأخيرا في عندي بوند ثالثة مع هيدروجين ثالثة. اوكي، سي اتش 3، وهذا السي اتش 3 عبارة عن راديكال. تمام، ايش يعني راديكال؟ يعني عليه 1 unpaired electron فقط. قديش عدد الالكترونز حوالين الكربون اتوم؟ نقدر نحسبهم according to Lewis structure، 1 2
كل بوند كل كوفيلنت بوند عبارة عن 2 إلكترونز، تعرف هذا الكلام. إذا 1 2 3 4 5 6 7 إذا هو ناقصه 1 إلكترون مشان يطبق مشان ينطبق عليه الأوكتيت رول. طيب إيش بصير عادة بتفاعلات الراديكالز؟ عادة التفاعلات الراديكالز بصير تفاعل بين راديكال وراديكال، بحيث إنه كل إلكترون بكل أتوم بتكون كيميكال بوند مع الإلكترون بالأتوم الثاني. فهذا الراديكال بتفاعل مع another radical CH3 radical، والتو إلكترونز الون إلكترون اللي على هاي الأتوم مع الأذر إلكترون اللي على الأذر أتوم، هذول التو إلكترون بكونوا كوفيلنت بوند بين الكربون والكربون. تمام؟ شوف برياكشن زي هيك، طبعا معروف هذا الرياكشن لكم، ها تو مثل راديكالز بيعطوني إيثين. ليش إيثين؟ لأنه هون كمان راح يكون عندي كربون، هون كمان راح يكون عندي فري هيدروجينز، ما بدي ارسمهم. والالكترون الامبيرد الكترون اللي هون مع الكربون مع الامبيرد الكترون اللي بالسكند راديكال راح يشكلوا كوفالنت بوند، لان الكوفالنت بوند عباره عن تو الكترونز. الان برياكشن زي هيك هل صار في عندي كسر للكيميكال بوندز؟ جواب لا، ما صار عندي كسر للكيميكال بوندز، صار عندي تكون للكيميكال بوندز. وبالتالي برياكشن زي هيك ما في عندك اكتيفيشن انرجي. تمام؟ هي واحد على الامثله اللي 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 ما في عندي اكتيفيشن انرجي. مش كل الكيميكال رياكشنز فيها اكتيفيشن انرجي، هاويفر هاي الرياكشنز اللي هي تفاعلات الراديكال مع بعضها البعض، مش راديكال مع ماده مستقره، لا تو راديكالز مع بعضهم البعض، هاي التفاعلات هي حاله خاصه بالكيمستري، وهاي تكاد تكون في غيره، مش ما في بصراحه، بس يعني من الامثله اللي انتم بتعرفوها تكاد تكون المثال الوحيد اللي 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 يعني من الامثله المشهوره اللي بيعرفها طالب البكالوريوس. اوكي الان ايش يعني ما في اكتيفيشن انرجي؟ ما في اكتيفيشن انرجي يعني برسمي زي هيك طبعا التفاعل التو راديكالز مشان يعطيني ايثين المفروض يكون اكزوثيرميك مش اندوثيرميك، لانه حاله عدم الاستقرار بتكون كثير عاليه بالرياكتنس، لانه الراديكالز ار نوت ستيبل والبرودكتس بيكونوا اقل ستيبل. بهاي الحاله انت ما بدك اكتيفيشن انرجي مشان تنزل على طول، بس انت حط التو راديكالز مع بعضهم البعض على طول بتكون البرودكت. انت مش بحاجه لطاقه، انت مش بحاجه لحراره، انت مش بحاجه لشراره، لا 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 سبارك، زي تفاعل الماء او عفوا زي تفاعل ال H2 مع الاوتوم مشان يعطيك مي. تفاعل ال H2 مع الاوتوم مشان يعطيك ماء، احنا احتجنا لاكتيفيشن انرجي مشان ننزل لتحت، مشان يصير عندي الاكزوثيرميك رياكشن. هذا وضع مختلف، لانه وقتها كنت انا بدي اكسر كيميكال بوند، بينما بهاي الحاله احنا مش بحاجه انه نكسر كيميكال بوند، احنا على طول بنكون كيميكال بوند، وهذا التكوين بينتج عنه انرجي. اوكي، فبينزل على طول بدون ما يحتاج لاكتيفيشن انرجي. تقريبا هذا يكاد يكون يعني مثال شوي خاص بالكيمستري، ويعني واحد يعتبر واحد من اشهر الامثله على الرياكشنز اللي ما بتحتاج لاكتيفيشن. اوكي هاويفر، اذا بس اعمل اندو دقيقه. اوكي اذا هاويفر لازم يكون واضح انه ماست كيميكال رياكشنز فيها اتليست وان كيميكال بوند لازم تنكسر، اتليست وان كيميكال بوند از بروكن، and at least and at least one bond is formed. فعلى الأقل على الأقل إذا مش أكثر من واحد bond، فعلى الأقل one bond لازم تنكسر، وعلى الأقل one bond لازم تتكون. عشان هيك هاي الرسمة حقيقة بتعبر عن معظم الكيميكال رياكشنز اللي إحنا بنعرفها. رسمة زي هيك سواء بالإندوثيرميك فورم أو بالإكزوثيرميك فورم بتعبر عن معظم الحالات اللي إحنا بنعرفها بالكيميكال رياكشنز. فمثلاً على سبيل المثال خذ الهيدروليسيس للأني ألكيل هيلايد، خذ مثلا تفاعل ايش بدنا نحكي، مثلا ال CH3Cl مع ال I2 مع ال مع ال H2O. اوكي تفاعل ال CH3Cl هي RXR، افترض انه R عباره عن CH3 مثل، والX عباره عن هيلايد، افترض انه الX عباره عن Cl او Br او ايودين مش مهم. تفاعله مع الالكيل هيلايد مع ال H2O هذا واحد من التفاعلات اللي انتم بتعرفوها من اورجانيك 1، يعني هذا واحد من التفاعلات البسيطه بنسميه هيدروليسيس اوف الكيل هيلايد. ايش النتيجه تبعته؟ النتيجه تبعته عباره عن تكون الكحول اللي هو ال ROX
فإذا كان الآر هون عبارة عن مثل بصير عندي بتكون عندي ميثانول ROX زائد HX تمام؟ هل في عندي روابط بتنكسر وبتتكون هون؟ طبعاً الرابطة بين ROX بين CH3 وX بتنكسر، الرابطة بين الـ H مع الـ OH بتنكسر، بكون رابطة جديدة بين الـ CH3 مع الـ OH وبكون رابطة بين الـ H مع الـ X تمام؟ طيب بالمناسبة هذا الرياكشن مثال كويس أفرجيكم كمان مثال على الترانزيشن ستيت. خليني أفرجيكم الترانزيشن ستيت لهذا الرياكشن عشان تتوضح فكرة الترانزيشن ستيت 100%. أنا بالرياكشن سايد بالرياكشن كوردينيت عفوا بهذا الأكسس راح أرسم 3 structures، راح أرسم structure للبرودكت عفوا للرياكتانتس، راح أرسم بالمنتصف structure للأكتيفيتد كومبلكس، راح ارسم ستراكشر اخيرا ثالث للبرودكت. اوكي طيب ارسمهم هون، خليني ارسمهم هون تمام. شوفوا ال خليني اخذ ال ار اكس اللي هو المثل كلورايد مثلا. المثل كلورايد بيكون بيكون عندي بيكون عندي سي اوكي اتش اتش and H. إذن هون في عندي 3 hydrogen groups، 3 hydrogen atoms عفوا، هاي hydrogen أولى، هاي hydrogen ثانية، وهي hydrogen ثالثة. بما أنه المركب عبارة عن CH3Cl معناته this should have a tetrahedral geometry. Okay, Cl. لا. Cl. تمام؟ So this is a tetrahedral geometry. Okay, زوايا 109. هسا بالبرود طبعا لازم يكون عندي ايضا لازم يكون عندي زائد ارجع برسم الرياكتانتس هون زائد H مع OH مع OH. تعرفوا ايش ال OH؟ خليني ارسمها الطريقة هاي لأنه مش two bonds بينكسروا، only one bond بين الأكسجين والهيدروجين بينكسر. إذن هاي الرياكتانتس تبعوني، في عندي البوند هاي CCl بدي أكسرها، وفي عندي البوند هاي HOH بدي أكسرها تمام. خليني أشوف البرودكتس الآن، خليني أرسم البرودكتس. تعرفوا إيش بالبرودكت سايد رح يكون عندي؟ إيش رح يكون عندي؟ الميثانول اللي هو عبارة عن كربون OH OH اوكي، وطبعا هذا الكربون ايضا راح يكون عندي تتراهيدرال تمام. هيدروجين وهي هيدروجين هيدروجين ثانية، واخيرا الهيدروجين الثالثة ايضا تتراهيدرال اوكي زائد الكلورين اتوم اللي انكسرت هون مع الهيدروجين اتوم اللي انكسرت هون راح يكونوا HCl بهاي الحاله هيدروكلوريك اسيد هيدروجين كلورايد اذا تكون غاز او هيدروكلوريك اسيد اذا كان ذايب بمي HCl لهون تمام. هاي البرودكتس وهي الرياكتانتس. الان السؤال بتعرفوا كيف شكل الترانزيشن ستيت لهذا الرياكشن؟ طيب شوفوا الترانزيشن ستيت كيف راح يكون. الترانزيشن ستيت هون راح تكون something like this. راح يكون في عندي كربون اوكي حواليه 3 هيدروجين اتومز، ولكن ال 3 هيدروجين اتومز الان ما راح تكون عامله ما راح تكون عامله تتراهيدرال جيومتري، وإنما راح تكون عندها زوايا 120 حسب توضح الصورة أكثر. راح يكون عنده شكل غريب شوي on H أو on H on H on H okay.
هون H. الآن في عندي بوند CL قاعدة بتنكسر وفي عندي بوند COH قاعدة بتتكون. إذن هاي البوند بدي أرسمها بخط متقطع. ليش خط متقطع؟ لأنه هاي البوندز اللي قاعدة بتتنكسر وقاعدة بتتكون بنفس الوقت، هاي مش بوندز كاملة. أوكي، إذا في عندي البوند CCL قاعدة بتنكسر، أوكي، وبنفس الوقت في عندي بوند COHO، في عندي بنفس الوقت البوند COH قاعدة بتتكون. أوكي، معلش أنا آسف، هذا بغلب القلم هذا. أوكي، خط متقطع وأخيرا OH. تعرفوا إيش الجيومتري تبع هذا الكومبلكس؟ زوايا 120 هون و 180 هون، هذا تريجونال باي بيراميدال. أوكي، طبعا التو أكسيال أتومز اللي هم CN والـ OH. على أي حال مش مهم هذا الشيء كثير، بس ما بقدر ما بتقدر 3CH bonds تستمر بجيومتري تتراهيدرال. ليش؟ لأنه في عندك بوند قاعد بتنكسر هون وبوند قاعد بتتكون هون، وبالتالي صار عندك 2 groups بالإضافة لـ 3 groups اللي حوالين الكربون أتوم. وبالتالي الهيدروجين groups هاي بتوزع حالها بطريقة أنها تعمل زوايا 120 مع بعض البعض، مش 109.5. أوكي، هاي أولا. ثانيا، أنا هون رسمت متقطع لأنه ما بصير الكربون يكون عليها 5 bonds. أوكي، however إذا رسمت هاي البوند متقطع معناته ما في عندك full 2 electrons هون، في عندك 1 electron هون only، 1 electron هون only، فالمجموع بيكون 2، فهيك باعتبار إنه الكربون حواليها 4 bonds. على أي حال أنا بعرف إنكم هذا الشيب إن شاء الله تكونوا شفتوه بالorganic 1، بمادة الorganic 1. هاي تعتبر transition state شهيرة لهذا النوع من الرياكشنز، للتفاعل للهيدروليسيس اوف الكيل هيلايدز. الان لازم يكون الان، وانا هذا كان هدفي من رسم كل هذا الترانزيشن ستيت، لازم يكون واضح ليش هذا الترانزيشن ستيت مش مستقر. لانه طلعوا ستراكشر زي هيك مكون نص بوند مع السي ال، نص بوند مع الاو اتش، الهيدروجنز بزوايا 120 وهم الستيبل فورم تبعهم بيكونوا 109.5، فاكيد this is a very unstable structure. Okay. وبالتالي this transition state is very unstable. Okay. هاي مثال على transition state ل واحد من الكيميكال رياكشنز المعروفة، واللي أنا يعني رسمت لكم هاي الرسمة فقط مشان أقول لكم إنه معظم الكيميكال رياكشنز بتتم تكون transition state بهاي الطريقة، بتنكسر بوند وبتتكون بوند جديدة شوي شوي، step by step بالرياكشن كوردينيت، نقطة نقطة. وهذا مثال واقعي حي على كيف عندي transition state بيكون محتفظ إلى شكل ما بشكل ما بالجيومتري القديمة، وبنفس الوقت بلش يكون الجيومتري الجديدة. لاحظ إنه هاي الجيومتري جاي بالنص بين الرياكتنت سايد والبرودكت سايد. أوكي، في عندي C3HCl on C3HCl، وهون في عندي C3HOH، عندي C3Hs and OH، هو جاي بحالة وسط بين اثنين، وطبعا هو very unstable. اوكي، بتمنى انه هذا المثال كان واضح. alright، امحي كل هذول وارجع اكمل الملاحظات. احنا تقريبا هيك خلصنا الملاحظات يعني. اوكي good، نرجع لتحت. إذا كنا نحكي عن هذا التفاعل، right؟ اللي هو تفاعل hydrolysis of an alkyl halide. So the CX bond is being broken during reaction at the same time that the oxygen carbon bond is being formed. Okay. Even though the overall process is exothermic, the reaction اللي فرجيتكم إياه قبل شوي is exothermic. ولكن بما إنه إحنا بحاجة لكسر ال RX bond أو CH3Cl bond، then أنت بحاجة ل activation energy. وباستثناء هذا المثال مع أمثلة جدا محدودة أخرى، يكاد يكون كل الكيميكال رياكشن
بحاجة لأكتيفيشن إنرجي، لأنك أنت بحاجة بالنهاية مشان تكسر كيميكال بوند مشان تكون نيو برودكت. لاحظوا إنه بهذا الرياكشن ما في تكسير الكيميكال بوندز، على طول كونت كيميكال بوندز من تو راديكالز لأنهم very unstable، فعشان هيك ما كان في داعي لكسر أي كيميكال بوند. تمام؟ وهيك بنكون هذه الملاحظات اللي كنت بدي أحكي لكم إياها عن الـ عن الـ 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 الاكتيفيشن انرجي. الان راح ننتقل لاخر موضوع بهاي المحاضره اللي هو ثيوريتيكال ديريفيشن اوف ارينيوس ايكويشن. اوكي، ارينيوس ايكويشن اللي احنا شفناها بالمحاضره السابقه هي معادله حصل عليها ارينيوس من اكسبيرمنتال اوبزرفيشن، يعني بمعنى اخر قاس التمبريتشرز قاس الريت كونستانتس لرياكشنز معينه ات ديفرنت تمبريتشرز، وحصل على الإكويجن اللي شفناها المرة السابقة. K بيساوي A في exponential ناقص RT على ناقص EA عفواً على RT. هل ممكن اشتقاق هاي الإكويجن theoretically؟ Well, yes. اللي عمل هيك هو عملاق الفيزيكال كيمستري فانتهوف. أوكي؟ طبعاً فانتهوف وأرهينيوس هذول الاثنين هم ومع أوتسفولد. أوتسفولد اللي شفناه ببداية الكورس في الإلكتروكيمستري، Solutions of Electrolytes، هدول الثلاث يعتبروا أباء الفيزيكال كيمستري، يعني هم الأباء اللي أنتوا لازم تكرهوهم. anyway، فانتهوف اشتق أرهينيوس إيكويجن، الإيكويجن اللي حصل عليها أرهينيوس إكسبيرمنتالي، اشتقها بشكل نظري مستخدم معادلته اللي هي فانتهوف إيكويجن المعروفة. ومش بس هيك، بعدها لما شاف أرينيوس إنه فانتهوف اشتق الإكويجن تبعته اللي هو حصل عليها إكسبرمنتالي، راح هو بدوره كمان اشتقها ثيوريتيكلي. أوكي، أنا بس قبل ما يعني أحكي لكم تفاصيل هذا الاشتقاق، بس بديكم تعرفوا شغلة، إنه إحنا عادة من الإكويجنز اللي بنحصل عليها إكسبرمنتالي اللي بنعملها ماثماتيكال فيتينج وبنحصل على الماثماتيكال إكويجن اللي بتفسر هاي النتائج العملية، عادة كثير بالساينس، هذا مش بس بالفيزيكال كيمستري، هذا بكل الساينس، كثير بنكون مهتمين باشتقاق هاي المعادلات ثيوريتيكلي على ورقة وقلم. ليش؟ لأنه بنشوف هل إحنا، هذا بيكون قياس لدرجة هل إحنا عندنا إمكانية إنه نوصل للحقيقة فقط بناء على مقدمات عقلية، ولا لازم إحنا نروح على المختبر ونجرب مشان نعرف القانون. هاي ترى مسألة كثير كثير مرتبطة بفلسفة العلوم، وكثير إشي مهم بالنظرة الفلسفية للمعرفة. هل المعرفة يمكن الحصول عليها فقط من المختبر، ولا بنقدر نحصل عليها بمقدمات عقلية واستنتاجات عقلية؟ هذا صراع طويل بالفلسفة وفلسفة العلوم. يعني كويس أنتوا طلاب سنة ثالثة ورابعة تبلشوا تفكروا بالمستوى هذا من التفكير، لأنه يعني الكيمياء مش بس قياس تركيزه إلى آخره. الكيمياء بالنهاية علم، وعلم بحاول يفسر ظواهر، وعلم عنده تاريخ وعنده عراقة وعنده يعني صراعات واختلافات وجهات النظر وإلى آخره. فكويس أنكم تبلشوا تهتموا بهاي الأمور. على أي حال، فانتهوف اشتق أرينيوس إكويجن من معادلته الشهيرة. معادلة فانتهوف بذكركم اللي أخذتوها بفيزيكال 1، هي معادلة بكل بساطة بتربط بين الإكوليبريوم كونستانت KC مع التمبريتشر. أنتوا بتعرفوا إن الإكوليبريوم كونستانت هو عبارة عن كونستانت لكل رياكشن، وبتعرفوا إن إذا أي تغيير صار على الإكوليبريوم رياكشن السيستم بيعدل نفسه بحيث إنه يرجع لحالة الاتزان، يعني بمعنى آخر يحافظ على نفس قيمة الKC. أوفر، هذا الحكي صحيح لكل الفاريبلز عفواً ما عدا التمبريتشر. التمبريتشر هو الإشي الوحيد اللي بيغير قيمة الكيسي. طيب هسا كيف نعرف قيمة الكيسي الجديدة عند تمبريتشر أخرى؟ هذا الموضوع هو موضوع الفانتهوف إيكويجن اللي أخذتوها بفيزيكال 1. differential لين كيسي على differential تي بيساوي دلتا يو على RT تربيع. هاي المعادلة المشهورة معروفة باسم فانتهوف إيكويجن، وفانتهوف قدر إنه من هاي الإيكويجن يوصل لأرينيوس إيكويجن بشكل جدا بسيط راح نشوفه الان. اوكي، خلينا نفترض انه في عندي equilibrium reaction as again a زائد b in equilibrium with y زائد z. then the equilibrium constant هاد لهذا reaction اللي هو kc بيساوي rate constant 1 على rate constant minus 1.
هذا هاي العلاقة شفناها إحنا قبل محاضرتين أو ثلاث، قبل محاضرتين أعتقد، أوكي؟ شفناها بنعرفها كويس. قلت لكم هاي واحدة من المعادلات القليلة اللي بتربط عندي بين الثيرموداينامكس مع الكينيتكس، وهينا هي أول استخدام إلها. KC بيساوي ريت كونستانت للفورورد رياكشن على ريت كونستانت للباكورد رياكشن. فبالآن بدي أعوض بهاي الإكواجن، بدي أعوض قيمة الكي سي بتساوي كي 1 على كي ماينس 1. إيش راح تصير عندي الرياكشن الإكواجن أفضل؟ راح تصير عندي دي لن كي 1 على كي ماينس 1 على دي تي بيساوي دلتا يو على ار تي تربيع. الآن دي لن كي 1 على كي ماينس 1 بكل بساطة بيساوي دي لن كي 1 ماينس دي لن كي ماينس 1، لأنه لن إكس على واي بيساوي لن إكس ناقص لن واي. بما انه هذول التو تيرمز مقسمين على دي تي، اذا بتوزع الدي تي معهم، بصير عندي دي لن كي 1 على دي تي ناقص دي لن كي ماينس 1 على دي تي بيساوي دلتا يو على ار تي تربيع. اوكي، الان بما انه هون في عندك قيمتين بتساوي كونستانت، على فكره هاي القيمه كونستانت، اه ليش؟ لانه دلتا يو لنفس الرياكشن كونستانت، الار اس كونستانت، والتي التي هون احنا يعني قلت لكم انه التي بتتغير مشان نشوف قيمة الإكوليبريوم كونستانت الجديد عند التمبريتر، عند التمبريتر الجديد. هسا هاي الإكواجن بتحسبها، بتحسب قيمة الكي سي عند التمبريتر الجديد، وبالتالي تمبريتر بهاي الحالة بتكون كونستانت ما بتكون فاريبل. يعني مثلا تستخدم هاي الإكواجن مشان تحسب الكي سي عند 25 درجة مئوية، تستخدم نفس الإكواجن مشان تحسب الكي سي عند 50 درجة مئوية، وبالتالي بكل مرة التمبريتر فيها بتكون كونستانت مش فاريبل. فبيكون عندي constant بيساوي two different variables, then the two variables هذول each of them بيساوي هذا ال constant. ماخذين بعين الاعتبار إنه الدلتا U أصلاً إحنا شفناها قبل شوي هي بتساوي EA1 ناقص EA ناقص 1. إذن dln K1 على DT بيساوي هذا ال part، وهذا البارت هو عبارة عن EA1 على RT2، أوكي، و DLN K1 ناقص عفواً DLN K-1 على DT بيساوي أيضاً هذا البارت اللي هو EA-1 على RT. طبعاً هون في عندي إشارة ناقص، إشارة الناقص هون راحت لأنه بهذا البارت أصلاً هو كان ناقص هون، يعني دلتا U بيساوي EA1 ناقص EA-1. ذكركم بالرياكشن، هاي الرياكشن دلتا يو بيساوي اي اي 1 ناقص اي اي ماينس 1. اوكي، اذا فهون كان عندي ناقص وهون كمان في عندي ناقص، فالناقص مع ناقص بيروح. اذا دلتا يو هاي الجهه الكونستانت، هاي دلتا يو على ار تي تربيع بيساوي اي اي 1 على ار تي تربيع ناقص اي اي 2 على ار تي تربيع، هذول التو تيرمز بيساوي هذول التو تيرمز، فكل تيرم بيقابله تيرم بالطرف الاخر. اذا بصير عندي كمان مره دي لين كي 1 على دي تي بيساوي اكتيفيشن انرجي 1 اللي هو البارت الاول من هذا التيرم على ار تي تربيع، والتيرم الثاني بيساوي البارت الثاني من هذا التيرم. دي لين كي ماينس 1 على دي تي بيساوي اي اي ماينس 1 على ار تي تربيع. بتمنى انه الانتقال من هون لهون كثير سهل وواضح. اوكي، هسا اللي بدنا نعمله انه صار في عندي تو رياكشنز هون، التو رياكشنز بدنا نعمل انتجريشن اوف بوث سايدز، يعني انتجريشن لهون وانتجريشن لهون، ايضا للمعادله الثانيه بدي اعمل انتجريشن لهذا السايد وانتجريشن لهذا السايد. بصير عندي ايش؟ لما بتعمل انتجريشن لهذا السايد، هاي اصلا عباره عن مشتقه. اوكي، بصير عندك طبعا، اوكي طبعا اول شيء بتعمل سيبريشن اوف فاريبلز، الدي تي بتجيبها هون، بصير عندك أو عفواً خلينا نحكي بالمعادلة الأولى. في عندك دي لين كي 1 على دي تي بيساوي اي اي 1 على ار تي تربيع، قلنا انه هاي كلهم كونستانتس ما عدا تي از ا فاريبل. اسف انا قبل شوي قلت لكم تي از ا كونستانت، تي از نوت ا كونستانت، تي از ا فاريبل. انا اسف اخطات بالتعبير. اذا تي هون اللي هي فاريبل، بجيب تي دي تي بهاي الجهه، بصير عندي كالتالي، بصير عندي دي لين كي 1 اوكي بيساوي اي اي على ار تي في دي تي، بشتق هون with respect to دي تي، ايش بصفي عندي؟ بصفي عندي ناقص اي اي على ار تي، تمام، زائد سي، تمام، لانه عفوا لانه هاي تي تربيع، يعني
مش تكامل واحد على اكس تربيع بيساوي ناقص واحد على اكس، وهذا اللي شفناه هون. اذا ناقص اي اي على ار تي زائد سي، سي از انتجريشن كونستانت بطبيعه الحال. اوكي، وهون في عندي لين كي 1. ليش لين كي 1؟ لانه التكامل دي لين كي 1 بيساوي لين كي 1 100%، تكامل دي اكس بيساوي اكس. اوكي، وايضا المعادله الثانيه نفس الشيء، لين كي ماينس 1 بيساوي ناقص اي اي ماينس 1 على ار تي زائد سي. الان سي زي ما قلت لكم از ان انتجريشن كونستانت. Now, if you take the exponential of these two equations, إيش راح يصير عندك؟ عندك exponential لين الـ k1 بيساوي k1. Exponential هذا الترم بيساوي exponential ناقص e a1 على rt، صح؟ وبما إنه هون عندك زائد c، إذا تتحول العلاقة هاي لضرب. قوانين الـ exponentials المعروفة، إذا ضرب exponential القوة c. لاحظ إنه هاي عبارة عن Arrhenius equation in which هون في عندك k rate constant، هون في عندك الاكسبوننشال فانكشن اكسبوننشال ناقص اي اي على ار تي، وهاي اي للقوه سي هاي هي الارينيوس فاكتور. اي الاكسبوننشال للقوه سي هي عباره عن الارينيوس فاكتور. طبعا طلع عندي معادلتين هون، ليش؟ لانه في عندي فورورد وباكورد رياكشن، فاذا شلت ال1 من هون بصير عندك k بيساوي اي في اكسبوننشال اكتيفيشن انرجي على ار تي، تمام؟ والمعادلة الثانية بطبيعة الحال هي الـ Arrhenius equation للـ backward reaction. Very simple and very beautiful. الآن وبس، وهي هي الاشتقاق، هذا كثير بسيط على فكرة، يعني ما في شيء. انطلقنا من Van't Hoff equation وصلنا لـ Arrhenius equation. الآن Arrhenius بدوره لما شاف إنه Van't Hoff قدر إنه يشتق المعادلة اللي هو طورها experimentally من معادلة فانت هوف، أيضا عمل اشتقاق لمعادلته بشكل نظري، ولكن الاشتقاق اللي عمله احنا ما رح يعني نشوف تفاصيله لأنه أصعب شوي وأطول شوي، مش مطلوب منكم بهذا الكورس، ولكن على الأقل بس بدي أقول لكم شغلة واحدة فيما يخص اشتقاق فانت هوف، عفوا فيما يخص اشتقاق Arrhenius نظري لهاي المعادلة. بيكفي تطلع هون انه هذا التيرم، وهذا الشيء اشرت له المره الماضيه، هذا التيرم اكسبوننشال انرجي على ار تي، هذا التيرم معروف من البولزمان، او من نعم من البولزمان ديستريبيوشن لا. البولزمان ديستريبيوشن لا شفتوه بفيزيكال 1، وانا نفسي شرحته قبل قرار التعليق لما شرحت لكم الدي باي هاكل ثيوري، استخدمنا البولزمان لا وشرحته بالتفصيل. وبذكركم انه البولزمان لا ام بيساوي N نوت في exponential energy على RT، لما بطرح قيمتين من بعض بصير عندي exponential E2 minus E1 على RT. لاحظ انه هذا الترم متقارب جدا مع البولزمان equation، فأرينيوس قدر انه يشتق معادلته ابتداء من الأرينيوس، عفوا ابتداء من بولزمان equation. بس المشكلة إنه الاشتقاق طويل ومش مطلوب منكم بمادة بكالوريوس، فما بنعطيه. بس أنا كل اللي بطلبه منكم إنكم تعرفوا إنه بنقدر نشتق Arrhenius equation من Boltzmann distribution law. أوكي، هاي معلومة مهمة، زي ما بنقدر نشتق Arrhenius equation كمان من Van't Hoff equation. أوكي، وذاتس إت. هاي يعني الأشياء اللي كنت بدي أحكيها بمحاضرة اليوم. المرة الجاي رحين نبدأ بسكشن جديد اللي هو 9.9، ورحين نغطي فيه two theories very important theories عن الرياكشن ريتس، theories اللي بتفسر الرياكشن ريتس اللي هم طبعاً two theories هذول بيبحثوا موضوعهم اللي هو البري اكسبونينشال فاكتور. أنا وعدتكم إنه نأجل النقاش عن الـ pre-exponential factor لبعدين، والآن هينا فعلاً الآن وصلنا، والمحاضرة الجاية رح أبدأ بـ two theories اللي بيفسروا الـ pre-exponential factor. ليش إحنا بحاجة لهذا التفسير؟ لأنه بهاي المعادلة أنا مشان أقدر أحسب الـ rate constant theoretically، إذا عندي الـ activation energy وعندي الـ temperature الـ R is a constant، بقدر أحسب الـ rate constant فقط إذا عرفت قيمة الـ Arrhenius constant A. وكيف أنا الآن أحسب، مش أقيس، كيف ممكن أحسب الـ Arrhenius constant A؟ هذا رح يكون موضوع المحاضرات الجاية إن شاء الله، وبنشوف أكثر من theory بتحاول إنها تحسب
الـ Arrhenius constant. شكرا لكم وان شاء الله بالتوفيق ويعطيكم الف